ازيكم عاملين ايه؟ انا ازيز، اهلا بيكم لو انتوا اول مره تشوفوني، اهلا بيكم برضو لو انتوا دايما بتشوفوني. الفيديو بتاع النهارده هيبقى فيديو عن روتين كده انا استخدمته مؤخرا. الروتين ده مخصص للناس اللي بشرتها بالفعل فيها حبوب، وكمان الناس اللي بشرتها بتبقى معرضه انها يطلع لها حبوب. هكلمكم عنه بالتفصيل وعن الخطوات بتاعته. والميزه فيه كمان ان انت لو عندك حبايه سايبه اثر، او لو انت مثلا عندك حبوب بعد ما بتتشال بتسيب اثر بني، ازاي كمان تتعاملي مع الاثر البني ده. فالفيديو بتاع النهارده انا فعلا متحمسه له جدا، لان كل المنتجات اللي هتكلم عنها هي منتجات طبيه مش تجميليه، والمنتجات دي مرخصه من وزاره الصحه، تقدري تشتريها من الصيدليه، وفي دكاتره كمان بالفعل بتكتبها. والحاجات كلها يعني هسيب لكم في صندوق الوصف سعرها، وكمان هسيب لكم لينك الصفحات اللي تقدروا تشتروها منها. فيلا بينا نبدا الروتين بتاعنا. المنتجات بتاعتي النهارده من لاين اسمه بوكيتو، ده شكله. اللاين مكون من اربع خطوات: الغسول والتونر وكريم التفتيح والكريم المرطب. المجموعه المفروض ان هي بتوعدك انها هتخلصك من الحبوب، والكريم بتاع التفتيح هيساعدك ان انت تتخلصي من اثار الحبوب اللي عندك. فانا هكلمكم خطوه خطوه يعني كل ميزه في المنتجات دي بالظبط، واشرح لكم اكتر بحيث تعرفوا الحاجات دي هتناسبكم ولا لا. خليني اتكلم عن اول خطوه، وهو الغسول. الغسول ده المفروض ان هو فيه الوفيرا اللي هو جل الصبار، فيه كمان كامومايل، وفيه ساليسيليك اسيد. والمكونات دي تعتبر كويسه جدا، لسبب الساليسيليك اسيد حلو جدا للناس اللي عندها حبوب، في نفس الوقت فيه الوفيرا او جل الصبار، وده مفيد جدا جدا لو انت بشرتك بتتحسس بسهوله. يعني الجل الصبار عموما هو من خواصه ان هو حاجه ملطفه ومهدئه للبشره. هو كمان في تي تري اويل، ودي حاجه كويسه قوي. يعني هو كل المكونات اللي انا شايفاها هي فعلا كويسه جدا. وعايزه اقول لكم على حاجه، هم ما يقدروش يكتبوا ان في مكون على المنتج هو مش موجود بالفعل، لان الحاجات زي ما اتفقنا هي خاضعه لوزاره الصحه، فهم ما يقدروش ان هم يكتبوا عن مكون ان هو موجود وهو مش موجود. طيب خليني ابدا بشرح الغسول ينفع لمين وازاي. مبدئيا الغسول بيبقى قوامه عبارة عن جل كده لونه أزرق، بتغسلي بيه وشك عادي جدا. وأنا شايفة ان انت لو عايزة تاخدي استفادة فعلا من الغسول، افضلي ان انت دلكي بشرتك بيه لمدة دقيقة عشان المكونات بتاعته تلحق انها تشتغل. الغسول فيه ميزة حلوة جدا للأمانة، عجبتني قوي، ان انت لما بتغسلي بيه وشك سواء بقى شتاء او صيف، احنا دلوقتي في ايام شتاء صعبة جدا، يعني اكتر حالة للبشرة ممكن انها تبقى معرضة للجفاف بشدة جدا. فهنا لقيت ان الغسول فعلا بينظف البشرة من العمق، وحرفيا حتة صغيرة منه بجد بترغي وبتنظف الوش حلو جدا. تقدري ان انت تدلكي وشك بالغسول لمدة دقيقة، بعد كده تغسلي وشك هتلاقي ان بشرتك مشدودة، والشدة دي مش الشدة اللي هو تحسي ان البشرة متشنجة مثلا او ان هي جفت، لا فعلا بجد الغسول بيسيب البشرة ملمسها ناعم، ملمسها مشدود، بس انتي في نفس الوقت حاسه بترطيب. الغسول المفروض ان هو مخصص للناس اللي بشرتها مختلطه وبشرتها دهنيه. انا شايفه ان هو ينفع للناس المختلطه والدهنيه، والناس اللي بشرتها عاديه، الناس اللي بشرتها حساسه كمان ينفع لها برضو الغسول ده. الناس اللي بشرتها حساسه هكلمكم بالتفصيل اكتر انا ليه بقول لكم الحاجات اللي هتكلم عنها النهارده كلها تنفعكم، بس قدام شويه في الفيديو. المهم الناس بقى اللي بشرتها جافه هيعجبها جدا جدا في الصيف، ممكن بس في الشتاء لو انت بشرتك بتعاني من جفاف شديد قوي، الشده دي ممكن تريحك وممكن تحسي ان انت مش مرتاحه، فدي مش هتبقى مشكله قوي، لان احنا ده هنعوضه بالترطيب. فلو انت بشرتك جافه ومعرضه للحبوب هاتي الغسول ده، والغسول فعلا ممتاز وفعلا عجبني جدا، وفعلا بامانه انصحكم بيه لانه حلو قوي. تاني خطوة بعد كده وهو خطوة التونر، وده اسمه بوكيتو فيشل تونر، ده شكله. التونر مفهوش كحول، ودي حاجة حلوة جدا ان هو مفهوش كحول، لان مش عايزة اقول ان 70% من اي التونر هتستخدميه هيكون فيه كحول. انا استخدمت فعلا من اغلى انواع التونر، وفعلا بجد كان كلها حاجات فيها كحول، بس انا استغربت ان هو مفهوش، ودي حاجة طمنتني كده في الاول اول لما قريت ان هو فعلا مفهوش كحول. وزي ما اتفقنا الحاجات مرخصه من وزاره الصحه، فما ينفعش ان هم يكتبوا ان هو ما فيهوش كحول ويطلع فيه كحول في الاخر. طيب ايه المكونات اللي فيه؟ هايلورونيك اسيد، وفي نياسيامايد، وفي تي تري اويل. التلات مكونات هايلين جدا جدا، يعني عايزه اقول لكم الهايلورونيك اسيد بيدي زي مرونه للبشره، النياسيامايد المفروض ان هو هيساعد لو انت عندك في اثار حبوب ان هو يساعد انها يفتحها، وكمان بيخلي شكل المسام الطف، والتي تري اويل ده مخصص لعلاج الحبوب. طيب انا هتكلم عن
تجربتي الشخصيه مع التونر ده. هو عباره عن بخاخه كده ممكن ترشيها على وشك طبعا بعد خطوه الغسول. التعليق الوحيد اللي عندي على التونر ده ان هو فيه ريحه نفاذه، بس الريحه دي انا مش قلقانه منها خالص، مع اني اول لما شميته كده قلقت للامانه وحسيت هو ايه الريحه القويه دي، حاسه ان هو هيحرقني في وشي. بس انا زي ما اتفقنا هشرح لكم ازاي الحاجات دي مناسبه للبشره الحساسه وازاي تعرفي الحاجات دي مناسبه ليكي ولا لا، بس زي ما اتفقنا في حته معينه في الفيديو هقول لكم عليها. المهم خلينا اتكلم عنه كمنتج. المنتج فعلا حلو جدا، يعني مجرد ان انت بترشيه على بشرتك اديله مثلا بتاع دقيقه كده البشره تتشربه، بتحسي شويه ان البشره مشدوده. انا شايفه ان هو ينفع للناس اللي بشرتها دهنيه ومختلطه مايله للدهنيه، لكن الناس اللي بشرتها جافه للامانه انا مش حاسه ان ده هينفعهم قوي، غير لو هم بالفعل بشرتهم فيها حبوب خصوصا في فتره الصيف. ممكن تاخدي من التونر على قطنه وتحطي القطنه دي على المنطقه اللي فيها حبوب بالفعل. لكن الناس اللي بشرتها دهنيه دي اكتر ناس هتحب التونر ده، خصوصا لو انتوا بالفعل بشرتكم فيها حبوب، لان بجد مكوناته حلوه جدا. طيب المنتج اللي بعد كده وهو الكريم بتاع التفتيح ده اسمه بوكيتو هيدرو كريم. فيه هايلورونيك اسيد وفيه سيراميد، والمفروض ان هو يعني بصوا كل المكونات اللي فيه فعلا حلوه. فيه جليسرين، فيه هايلورونيك اسيد، فيه تي تري اويل، فيه بنثينول، كل المكونات اللي فيه فعلا حلوه. هو ينفع للبشره الدهنيه والمختلطه مايله للدهنيه، حتى برضو لو انت مختلطه مايله للجفاف برضو هينفعك. الكريم حقيقي مجرد ان انت بتحطيه على وشك البشره بتتشربه بسهوله جدا، اديله بس بالظبط دقيقه هتحسي ان البشره امتصت كل المنتج من على بشرتك، وانت حاسه ان بشرتك فعلا فعلا مترطبه، بس من غير الاحساس بتاع الدهننه، من غير ما تحسي ان انت ملزقه او كده. فاحنا في الفتره بتاعه الشتاء اللي احنا فيها دي الكريم ممتاز، في الصيف كمان هيبقى حلو انا متاكده. ممكن بس تحسي في الصيف لو انت مثلا في شهر 8 اللي هو اكتر شهر بيبقى فعلا الجو فيه بشع جدا والبشره بتفرز زيوت زياده عن اللزوم، الكريم ساعتها هيبقى كويس. ممكن مع استمرارك خلال اليوم تحسي ان مثلا التي زون دهننت او كده، هاتي منديل طبطبي بس على المنطقه اللي فيها اللمعان وهتلاقي الدنيا رجعت زي ما هي. الكريم ده هايل هايل لو انت من الناس اللي مش بتحب تحط مكياج وعايزه بشرتها تبان صافيه وهاديه من غير ما تحسي ان انت شكلك مدهنن، الكريم بجد هيبقى حلو جدا. الناس بقى اللي بشرتها جافه انا انصحهم ان هم ياخدوه يجربوه، لو هم بالفعل عندهم مكان للحبوب او في حبوب بتطلع لهم يجيبوه ويستخدموه زي سولوشن كده للحبوب، ان انت تحطي منه من الكريم حته صغننه على مكان الحبايه نفسها، ساعتها الكريم هيعجبك جدا. خلينا اتكلم عن اخر حاجه وهي البوكيتو وايتنينج كريم، الكريم بتاع التفتيح من اللاين ده. هو فيه الفا اربوتين وفيه نياسيامايد وفيه هيالورونيك اسيد، والثلاث مكونات هايلين جدا. الكريم طبعا انا ما لحقتش ان انا استخدمه لاكتر فتره ممكنه عشان احكم هو نتيجته سريعه ولا بطيئه، بس انا متاكده واقدر اقول لك ان هو فعلا هيفتح. لو انت عايزه تاخدي نتيجه سريعه عموما لكريم التفتيح ده، ممكن ان انت تستخدميه مع الديرما رولر. بعد ما تخلصي الديرما بتاعتك استخدمي الكريم بتاع التفتيح على المنطقه اللي انت عاوزه تفتحيها في بشرتك. وعايزه اقول لكم كمان تقدروا تعملوا حاجه، ان انتوا تستخدموا الكريم المرطب عادي جدا، ومثلا لو انتوا عندكم اسمرار في الحته اللي هي بتاعه الشنب او عندكم اسمرار حوالين الفم او عندكم مثلا اسمرار في اي حته في بشرتكم، استخدموا الكريم المرطب عادي وخلوا تركيز الوايتنينج كريم او كريم التفتيح على المنطقه اللي فيها اثار للحبوب. يعني هتستفيدوا استفاده كامله من المنتجين بصراحه، وشايفه ان هما بجد حلوين جدا. بالنسبه لكريم التفتيح البشره بتمتصه فعلا بسهوله جدا، يناسب اي نوع بشره عادي. بالنسبه للناس اللي بشرتها جافه برده هيناسبها عادي جدا، فاستخدموه ما تقلقوش. ولو حسيتوا مثلا في وقت الشتاء اللي احنا فيه دلوقتي ده ان انتوا كناس بشرتها جافه بشرتك محتاجه ترطيب اكتر، ممكن تستخدمي كريم التفتيح وفوقيه الكريم المرطب بتاعك اللي انت بتستخدميه. طيب ازاي بقى انا باكد لكم ان الحاجات دي تنفع للبشره الحساسه؟ مبدئيا انا بحب ان انا لما احكم على منتج ينفع للبشره الحساسه ولا لا، بحب ان انا اعمل ازاله شعر الوجه، يعني اعمل وشي، لان الفتره دي بتبقى اكتر وقت البشره فيه حساسه شويه، ولو حطيتي اي منتج هتعرفي هو فعلا مناسب ولا لا، هل بقى سايب احمرار، سايب حرقان، سايب مش عارف ايه، مع العلم ان ممكن تحسي بلسعه لان المسام بتبقى متفتحه وبتبقى البشره حساسه شويه في الوقت ده.
وبما ان المكونات اللي هنا فيها تي تري اويل فطبيعي ان انت هتحسي بشكة، وده عادي جدا. يعني اكتر منتج انا حسيت فيه ان هو بس شكني شوية هو التونر، بس ده طبيعي لان هو فيه زيت شجرة شاي بتركيز عالي، فهتحسي بشكة صغيرة. اديله بالظبط دقيقة وهتلاقي وشك هدي جدا. الحاجات كلها ولا حسست بشرتي ولا عملت لي حبوب، ما عملتليش بجد اي مشكلة للامانة، فالحاجات فعلا عجبتني. وعايزة كمان اقول لكم على حاجة مهمة، تقدروا تستخدموا المجموعة دي كمان للجسم، يعني انا شايفة ان هي مناسبة لو انتوا عندكم كمان حبوب في جسمكم، تقدروا تستخدموا الغسول زي تحسوا ان هو شاور جل كده، او مثلا تدهنوا بيه او يعني تنظفوا بيه المنطقة اللي فيها حبوب، وبعد كده تروحوا واخدين التونر على قطنة وتمسحوا مكان الحبوب اللي على جسمكم، وبعد كده تحطوا الكريم المرطب، ولو عندكم حتة فيها مثلا سايبة يعني حباية سايبة اثر تحطوا بعدها كريم التفتيح. بجد بجد الحاجات فعلا عجبتني، وشايفة ان هي كواليتي ممتازة، وانا بنبسط قوي قوي للامانة لما بلاقي براند مصرية محترمة مطلعة حاجات فعلا محترمة، وشكلها كمنتج نفسه حلو، التغريف بتاعها حلو، المنتج نفسه ككواليتي كويس بيدي افكت، سعره مناسب. وزي ما اتفقنا كل الاسعار هسيب لكم يعني في الصندوق بتاع الوصف، تقريبا الاسعار مكتوبة على العلبة هقول لكم عليها. التونر سعره 110، وده سعر حلو قوي على فكرة، قصدي الغسول انا اسفة، سعره 110 وده سعر على فكرة حلو جدا جدا بالنسبة للإفكت وللمنتج نفسه. التونر سعره 160، هو حجمه 200 ملي هيقعد معاكم كتير قوي. والبوكيتو وايتنينج، لا اللي الكريم المرطب سعره 145، والوايتنينج كريم سعره 160. انا شايفة ان الاسعار تعتبر مناسبة، فاشجعكم جدا ان انتوا تجربوا كل الحاجات دي. وزي ما اتفقنا افتحوا صندوق الوصف هتلاقوا فيه كل الاسماء بتاعه الحاجات بالاسعار، وهسيب لكم كمان كل اللينكات اللي تقدروا تشتروا منها الحاجات دي. وبس كده، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، ولو جربتوا الحاجات دي عايزاكم تيجوا تقولوا لي رايكم، واشوفكم الفيديو اللي جاي.